عظيم كان أرضا خالية جرداء، وكل إنسان ناجح كان طفلا صغيرا باكيا. ليس مهما من أنت اليوم، المهم من ستكون أنت غدا. ابدأ بتغيير خططك وأهدافك وانطلق نحو النجاح. قال أحد السلف: نحن نسأل الله دائما، فإن أعطانا فرحنا مرة، وإن منعنا فرحنا عشر مرات، لأن العطاء اختيارنا والمنع اختياره سبحانه. فلنثق بالله. إذا كنت تستيقظ متى ما شئت وتنام متى ما شئت دون مراعاة للصلاة في وقتها، والله ستبقى في دائرة الأحزان طيلة حياتك. ما دامت الصلاة ليست في دائرة اهتمامك، انتبه يا غالي. تذكر في كل مرة يفوتك أمر تمنيته في حياتك أنك قد أردت فعل ذلك الأمر، ولكن مضت إرادة الله فوق إرادتك. أقدارنا مبطنة بالرحمات، ولكننا نستعجل. لا يقدر الله لك إلا خيرا. من المؤلم حقا أن الحياة الدنيا التي نعيشها نحن اليوم ونضيع فيها أوقاتنا وصلواتنا ونلهو فيها، يتمنى الموتى بأن يعودوا إليها ليعملوا صالحا ويتزودوا بالأعمال الصالحة والتقوى. إذا استيقظت من نومك اذكر الله مباشرة وفارق فراشك فورا، ولا تقل أرتاح قليلا، فإن الشيطان لن يدعك تتركه حتى يضيع عليك الصلاة. انتبه يا غالي، قد يكون خذلان الجميع لك نعمة عظيمة أنعمها الله سبحانه وتعالى عليك، لكي ينقطع أملك بالخلق ويتصل أملك بمن خلقك وخلقهم. فلا تحزن إن خذلك الجميع، وثق بالله عز وجل. بعض الناس قد يستحي من الناس والصالحين ولا يستحي من الله عند ارتكاب الفواحش. روي عن سعيد بن زيد أن رجلا أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: يا رسول الله أوصني. فقال: استحي من الله كما تستحي من رجل صالح. وكان الله على كل شيء مقتدرا. ينام العبد على أمر قد يؤس منه ويستيقظ عن انفراجه. دع الخالق يجبر كسر قلبك، ودع الهموم خلف ظهرك ولا تلتفت إليها. لو خلق الله ضيقا دون سعة، وكربا دون فرج، وحزنا دون سرور، ما طاب عيش لمخلوق أبدا. ولكنه جعل بعد العسر يسر وبعد الشدة فرج، فأبشر بالخير دائما. يقول الله سبحانه وتعالى: وخلق الإنسان ضعيفا بلغ من ضعف. شاهدنا قبل قليل هذه اللقطات لهذا العضو النشط في مواقع التواصل الاجتماعي قبل برنامج بنص ساعة. لأول مرة ألتقي فيه وكنت أحد المتابعين لهذا العضو النشط وأيضا المعروف والملقب بأبو أفلح الفاضل أحمد بن ناصر بن سالم العبري. شاهدنا من خلال التواصل الاجتماعي. مساك الله بالخير، وما أعرف كيف أبدأ معك المقدمة. ويا هلا فيك، نورت. حياك الله أستاذ الحفيظ، جزاكم الله خير على هذا الاستقبال. أنا حاولت أني اليوم أدور أبحث أسأل وش اللي ممكن أغطيه، وش اللي ممكن يعني أبدأ فيه معك. البداية كيف هو نشاطك، استمر كيف انطلاقك أيضا، وحتى الأسلوب الذي جذبت فيه آلاف المشاهدين والمتابعين، كيف كانت بداية أبو أفلح؟ الحمد لله رب العالمين، جزاكم الله خير، وأشكركم على هذه الاستضافة، كما أشكر الإخوان الذين قاموا واتصلوا بي من الاستوديو، يعني من وزارة الإعلام، الهيئة العمل إذاعة التلفزيون. نعم الهيئة، والجلوس معكم ورؤية المشاهدين والإخوة العاملين معكم. فهي البداية حقيقة، أنا كنت يعني من الناس اللي ما يؤمنوا بهذه التقنية كثير، خصوصا هذه شبكات التواصل، أرى أنها مضيعة للوقت دائما يعني في تصوري. ولكن في يوم من الأيام كنت ذاهب إلى المستشفى لزيارة أحد المرضى، وكان معي أحد يعني إخواني وابن أختي، فكان يتحدثون دائما عن شبكات التواصل الاجتماعي وعن يعني عن الانستغرام والتويتر. فأخبروني أن بعض الإخوان في أو الشخصيات في الانستغرام يعني بلغ عندهم المتابعين يعني الملايين. ملايين. نعم. فتصفحنا بعض منهم. أول مرة كنت أنا أتصفح فضول، من باب الفضول. من باب الفضول فتصفحت بعضهم عن طريق ابن أختي. فحقيقة وجدت يعني المادة التي تلقى للمشاهد والمستمع، بعض المواد هي غير دسمة للأسف، ولا يعني تحكي عن الواقع. الأمة الآن محتاجة إلى يعني من ينتشلها من هذه التيارات يعني التي يعني انحرفت بالشباب والأفكار السلبية
فحقيقة يعني انزعجت كثير من بعض يعني الشخصيات في هذه الشبكات التواصل عندها هذه الكم الهائل من الآلاف من المتابعين، ولكنهم يعني يخرجون بلا فائدة. نعم. انطلقت بهذا الأسلوب الخاص فيك بلون أبو أفلح الخاص، والمتابعين لك كثر سواء عبر الإنستغرام عبر الفيسبوك وكل مواقع التواصل سناب شات وغيرها من المواقع. اليوم حتى الصغار يملكوا أجهزة وهم من يقوموا بتحميل هذه البرامج لإخوانهم الكبار، لأن دليل أن العالم أصبح مفتوح لا محالة، لا يمكن أيضا تصدي لتقنية التقدم والتكنولوجيا الحديثة. اليوم دخلت إلى هذا العالم ووضعت لك بصمة خاصة في أبو أفلح، جزاك الله خير، قدمت شيء مميز ومفيد. كيف يمكن اليوم أن نستغل هذه المواقع والمنابر للارتقاء بالمعرفة والثقافة؟ صحيح، طبعا دائما وسائل التواصل الاجتماعي والشبكة العنكبوتية دائما عادة يعني فيها السلبيات وفيها الإيجابيات، وهذه يعني كما يقال يعني أصبحت ضرورة يعني لا بد منها، يعني هذه الشبكات التواصل التقنية. طبعا إذا كنا نستطيع أن نقسم التقنية إلى قسمين، مثلا التقنية الحديثة المدنية الخاصة بالمعمار والإنشاء والطب والأجهزة الحديثة للمصانع، هذه تستخدمها يعني خاصة بالحياة المدنية العامة يعني، وأيضا ممكن أن نقسم أيضا قسم آخر بشبكات التواصل الاجتماعي. يعني من اسم هذه الشبكات التواصل الاجتماعي يعني هي ما جعلت إلا من أجل التواصل، من أجل يعني التقارب بين الناس وبين الشعوب وتبادل الفكر وتبادل الآراء، ولكن للأسف يعني كما أخبرتك سابقا عدم توظيف هذه التواصل يعني شبكات التواصل الاجتماعي وهذه التقنية يعني في المسار الصحيح يعني يودي بالبشرية ويودي بالشباب إلى يعني وتضليل وإشاء الشائعات نعم، لا بد أن تستخدم في المسار الصحيح، وخصوصا يعني أخبرك بأمر وهذا مشاهد، خصوصا أن أغلب الناس اليوم أصبحت يعني كل حياتها هذه الشبكات. أنا أذكر يوم من الأيام كنت ذاهب إلى المستشفى، إذا مستشفى النهضة، نعم. كان معي ابني، وقبل أن أدخل إلى مكان الانتظار كنت أتحدث مع ابني أقول يعني له الحمد لله يعني الظاهر أنه ما حد موجود في قاعة الانتظار. نعم. فلما مجرد ما دخلت إلى قاعة الانتظار وجدت يعني القاعة مليانة، ولكن كل الناس سكتت يعني عاكفة في الأجهزة هذه، منهم على الواتساب من الانستغرام التويتر، يعني هدوء في ذلك المكان. فهذا دليل أن خلاص يعني أصبحت هذه التقنية يعني سيطرت على الناس، يعني إذا أردت أن تبتعد عنها هي ستجذبك إليها مباشرة. أكيد أظن أن إذا قطعوا علينا المواقع التواصل ظهرنا اليوم ما حد بينام، الكل بيرتدش بيعملوا طواري الناس لإرجاع هذه الخدمة أيا كانت. اليوم من خلال مواقع التواصل الاجتماعي على سبيل الانستغرام 15 ثانية حاولت توصل فيها رسالة دينية تثقيفية توعوية، وكان أسلوبك واضح ولك لون خاص فيك أنت أستاذي أبو أفلح. نعم. قدرت تلخص كل هذه الرسائل في مقطع بسيط. هل سبقت لك تجربة؟ كنت محاضر، كنت معلم، كنت مدرس، كنت تلقي أيضا أمام الناس محاضرات دينية؟ جزاك الله خير. حقيقة الأستاذ حفيظ هو سابقا أنا ألقي بعض الدروس يعني البسيطة يعني بدون تكلف في بعض المساجد في البلد، وأيضا أنتقل إلى منطقة الشرقية ومرات إلى الباطنة ومسقط عند بعض الإخوان، وألتقي بهم في الجامعة وفي الكليات. خصوصا أنا دائما أحب أن أندمج مع الشباب كثيرا، لأن الشباب هم يعني حقيقة محتاج من يجلس معهم. قضية هذه 15 ثانية حقيقة سببت إزعاج كثير لي، لأن أنت تتكلم في 15 ثانية ماذا تستطيع أن تتكلم؟ ما هي الرسالة؟ أصعب شيء أنك في خلال 15 ثانية تلخص فيها كل شيء. فأنا أرى في رأيي هذا يعني أرى أن كل متحدث أولا لابد يعني من كل متحدث أن يقتنع بالحديث الذي يتحدث به. إذا اقتنعت نفس هذا المتحدث بهذا الحديث ستصل الرسالة إلى الناس. يعني أنت تتكلم بأمر وأنت غير مقتنع به، وقد تكون أيضا غير عامل بهذا الأمر، تصبح العبارة جامدة ليست فيها روح. المشاهد أو المستمع يحتاج إلى روح، يعني
يستشعر أنك يعني يحس بوجودك بجواره، يعني أنت أيضا تستشعر بمشاعره وهو يستشعر أيضا بكلامك، فتصبح بينكم حياة وروح. فإذا كانت هذه ليست موجودة وليست يعني لن تستطيع تصل إلى الناس. أول مقطع لك تذكر؟ أول مقطع نزلته على أي موقع وبأي جهاز استخدمته؟ هو حقيقة أنا أول شيء يعني الانستغرام فتحته تقريبا من السنة الماضية، ولكن كنت ما أرفع فيه إلا صور. كنا نذهب إلى إغاثة اللاجئين مع فريق عمان ومانا في السابقا، وتوقفت عن ذلك، وكان عندي المتابعين يعني أنا ذاك 700 متابع إلى 800 متابع فقط. نعم. فلما بدأت في عالم الانستغرام كان عندي هاتف النوت، وهو هاتف كبير يعني طبعا الحجم، فكان هذا في قبل رمضان بأربعة أيام أو ثلاثة أيام تقريبا بدأت، يعني أنا بدأت على العمل في الانستغرام يمكن من 7.5 أشهر فقط. فحتى تفاجأت أنا بهذا العدد، يعني جزاهم الله خير، يعني أحسن الظن في يعني أخوهم يعني أحمد أبو أفلح. فالحاصل إن عندما صورت بهذا المقطع كنت لا أعرف يعني مسكت الجهاز كيف، فكانت مسكت الجهاز صعبة شيء بالنسبة لي لما كنت أصور، فكانت تظهر الصورة يعني تغطي على الشاشة، تغطي على الشاشة. فقلت أنا حل أحد إخواني أن يعني كيف الحل، قال الحل لابد تغير الهاتف أو يعني تأخذ سيلفي. هذا العصر الطويل هو ما ضيع أنا غير سيلفي. فقلت له يا أخي ما حلو أنا أمشي في الشارع ماسك يعني سيلفي، لكن خله بسيطين. فغيرت إلى الآيفون، فكان الحمد لله سلس، يعني استطعت أن أتواصل، يعني استطعت أن أصور بهذه المقاطع بهذا الهاتف. كانت يعني سهلة الحمد لله ويسرها الله. جميل. يعني هل كنت تناقش القضايا الحالية في وقت الراهن، ولا هي كانت عبارة عن تجارب سابقة لك من ثم تبدأ في تحضيرها وتوجه هذه حسب خياراتك أنت؟ هو حقيقة الإنسان كلما كان مطلع يعني بي 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 يعني في العلوم وفي شبكات التواصل، ويحس بهموم الشباب، ويحس يعني أن هؤلاء يعني الشباب محتاجين إليك، محتاجين من يقف معهم، أنت دائما حاول أن تدرس إيش يعني الإشكالية في ماذا؟ في ماذا الإشكالية؟ هل الإشكالية في يعني بعدهم عن الناس، بعدهم عن المجتمع، أو بسبب لهوهم، أو ماذا؟ هي دائما القضية قضية أن الشباب محتاج من يوجههم ويظهر لهم جمال الدين، جمال الإسلام، لأن الجمال الإسلام ليس بالصورة البشعة التي صورها الآخرين للناس. الإسلام جميل، دين الطهر، فيه يعني فيه حس، فيه روح. والقرآن الله سبحانه وتعالى عندما أنزله روح لهذه الأمة، لتحيا هذه الأمة. جميل. يقول الله سبحانه وتعالى لنبي محمد صلى الله عليه وسلم: طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. فإذا هذا ما أنزل القرآن لتشقى البشرية. فعندما تحس أنت بالشباب ويحس الشباب يعني بوجودك، يصبح بينكم يعني ود. أكيد. نوع من الود. تشير نتائج إحصائية تم إجراءها في عام 2014 تقول بأن المستخدمين للشبكة العنكبوتية في العالم العربي يفوق 135 مليون مستخدم للشبكة العنكبوتية، بالمقابل تقريبا 71 مليون مستخدم لمواقع التواصل الاجتماعي، بين الكبير وبين الصغير وبين مختلف يعني الأجناس. كيف يمكن في ظل هذا الزخم، في ظل أيضا العالم المفتوح وتبادل مقاطع الفيديو والصور، أن نوظف مواقع التواصل بشكل إيجابي ونشر ثقافتنا والتعريف أيضا بهويتنا والرقي بأخلاقنا؟ شوف، يعني هناك مقولة ذكرها الداعية يعني الأمريكي يعني الفنزويلي سليمان زبيب، يقول: هذه شبكات التواصل الاجتماعي إما أن تأخذك إلى المسار الصحيح أو تأخذك إلى المسار الخطأ فتهلك. طبعا فالإنسان دائما هو كيف يوظف نفسه مع هذه شبكات التواصل. يعني الأستاذ حفيظ عنده طبعا شبكات تواصل، وأحمد عنده شبكات تواصل، يعني الآخرين أيضا عندهم شبكات تواصل، لكن كيف أنا أوظف هذه شبكات التواصل؟ كيف أجعلها تعينني في الدنيا وتعينني في الأخرى؟ فالقضية ليست قضية ارتباط بحياة فقط، حياة الدنيا، ولكن الارتباط أيضا الدنيوي مرتبط بالأخروي. نحن لن نعبر إلى الآخرة إلا بالدنيا، فإذا لابد أن نوظف. مثلا أنا أذكر يعني أتيت يعني ببعض النقاط
مثلا في أمريكية اسمها شان سيست، هذه أسلمت تقريبا قبل 6 سنوات. سبب كان إسلامها، تقول هي عندما تحكي سببها، هي أنها دخلت على موقع تواصل اجتماعي منتدى فتعرفت على شاب مسلم. هذا الشاب المسلم يعني أرسل لها بعض الكتب الإلكترونية بلغتها الأسبانية طبعا، فعندما قرأت هذه الكتب استشعرت عظمة الإسلام وعظمة الدين، فأجبرت يعني أنها تطلع أكثر، فذهبت إلى المسجد وبحثت عن بعض الكتب وعن الطقوس الدينية التي يعني على المسلمين، فتأثرت فاعتنقت الإسلام بموقع يعني في منتدى. أيضا الدكتور يوسف محمود مصري أيضا أسس موقع بسيط جدا متواضع، أسسه في عام 2011. هذا الموقع أدخل الإسلام من عام 2011 إلى اليوم يعني 2016، بداية 2016 250 كافر دخلوا الإسلام بسبب هذا الموقع. سبحان الله. فلا تحقر من المعروف الشيء، هذه وسائل التواصل لابد أن توظف يعني التوظيف الصحيح بتثقيف الناس. هل من أنا أضيف لوسائل التواصل من خلال وجودي، من خلال رسائل التثقيفة، أم وسائل التواصل هي من تضيف لي هذه القيمة؟ طبعا يعني كلا الأمرين مشترك. أولا فهمك لشبكات التواصل الاجتماعي، هذه شبكات التواصل الاجتماعي فيها زخم من المعلومات، تعرف أنت الأستاذ حفيظ، كل إنسان يبحث عن أي شيء أول ما يلقى إليه لا يتصل، يكاد حتى الفتوى، بعض الناس إلى الفتاوى يعني يأخذ الفتوى عن طريق شبكات التواصل، عن طريق التويتر، عن طريق الفيسبوك. نعم. حتى أن الجهات الحكومية قامت يعني برامج يعني لهذا الشأن. فنحن يعني كأناس نحن نبحث عن المعلومات، نحن نبحث عن يعني من أين نستقي معلوماتنا، فينبغي علي أنا كإنسان أن أرى من الذي ينفعني، ما الذي ينفعني والذي يدفع بي إلى طاعة الله سبحانه وتعالى وينفعني في الدنيا والآخرة طبعا. أكيد. وجودك اليوم في مواقع التواصل الاجتماعي، ما هي القيمة التي أضافها لك هذا المواقع، أضافتها لك، أضافتها لتجربة أبو مفلح؟ حقيقة أنا كنت أقول حال أحد الإخوان، لو لم أكسب يعني شيء من يعني وجودي في الانستغرام يكفي أن كسبت أصدقاء يعني مثلكم الأستاذ حفيظ ومثل الإخوان المتابعين الذي أحسن الظن يعني فينا جزاهم الله خير، وأيضا أحسست بالقرب منهم يعني بسبب هذه. وصلتني مراسلات عبر الدايركت، من ضمن المراسلات أنا حتى أخبرت الإخوان أن في بعض الردود كانت تأتيني، وصورت بعض الصور أرسلتها إلى مبنى الهيئة، قد يكون قلت أنا ربما يستعرضوا هذه الردود. من ضمنهم يقول يعني أحد النساء قالت أنقذت حياتي، يعني كانت تراسلني تريد أن تنتحر، فوصل لها مقطع من مقاطعي، فأدخل في نفسها السرور والبهجة. فدخلت أنا تحدثت معها، ما السبب؟ قالت أنا أعيش في ضياع وأنا قلبي غير مطمئن وأنا يعني مرهقة من هذه الحياة. فأنا أخبرتها يعني بالصبر ويعني نصحتها ببعض النصائح ووجهتها إلى بعض المسارات الصحيحة، ولله الحمد يعني ثبتت، وإلى الآن يعني ذهب عنها ذلك يعني الذي كانت تفكر فيه. وأيضا كثير من الشباب يعني يراسلوني عبر الدايركت يعني في قضايا كثيرة جدا. جميل. الاستغلال وقت، يرى البعض على الرغم من فائدة مواقع التواصل الاجتماعي إلا أن الخصوصية أصبحت مكشوفة للعامة، أينما ذهبت أضع صورة أنزلها على المواقع، الخصوصية انتهكت، أصبحنا نستعرض ما بداخل أروقة منازلنا. صح. من يعني وجبات الطعام، من الملابس والأزياء، فكيف ترى هذا الحال؟ والله حقيقة هذا مما يعني يؤسف له، أن تجد يعني مواقع يعني تواصل يعني يتابعها الآلاف بل الملايين، وتجد أن الشخص هذا فقط ينزل يعني صورة يعني مثلا ماذا أكل اليوم وماذا شرب اليوم وماذا، هذا يعني أنا أعتبره هذه مضيعة. أول شيء المال الذي تصرفه من أجل يعني رفع هذه الصورة وقيمة يعني المادة التي أنت أنزلتها إلى هؤلاء الناس، وأيضا المتابعين الذين يتابعونك وأنت تعقب يعني وضعت عقابك، يعني بعض الناس يضعون عقاب لأشياء ما ينبغي أن يوضع لها عقاب، وبعض الناس أيضا يرفعوا يعني خصوصية آخرين وليست خصوصيتهم أيضا. وأيضا ظاهرة الابتزاز يعني الأستاذ يعني حفيظ، يعني قد يأخذ الإنسان صورتك من أي يعني مكان من الشبكات التواصل الاجتماعي ويضعها في صورة أخرى يعني لا ترضيك، فأنت في غنى عن هذا الأمر.
يعني أنا أتمنى من كل الذين يسمعوني في هذا يعني في هذا الأثير أنه يعني يستخدموا هذه التقنية استخدام صحيح جدا، لأن في النهاية هذه صفحة. أنا دائما أقول أن الانستغرام والتويتر هذه صفحتك هي التي تكتبها الملائكة. السيئة والحسنة. السيئة والحسنة، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا. كلما أنت كتبت كلمة، أنا نزلت مقطع، أنا كنت يا ليت أن يعني استعرضوا لإخوان هنا، نزلت مقطع كنت أتكلم ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. أنت قد تحيي نفس أستاذ حفيظ، لا تحييها أنك أنت أنقذتها من غرق تذهب إليها هكذا، أو أرادت أن تلقي بنفسها في تهلكة. قد تحييها بابتسامة، قد تحييها بكلمة طيبة، أي تحيي القلب، إن حيا القلب حيا النفس. هل شعرت أنك أثرت في الآخرين من هذه الرسائل؟ هل شعرت أنك غيرت من بعض الأفكار السلبية فيهم؟ حقيقة كثير جدا يعني، والدليل الردود الذين يتابعون مثلا بعض المقاطع، لو لاحظوا إلى الردود كثير من الناس يقول هذا المقطع جاء في وقته، ويعني راسلني البعض قال يعني كنت يعني في ضياع، وأنت كنت السبب الأول في إصلاح حياتي. أنا أذكر أنني نزلت مقطع عن التدخين، لكن سبحان الله انحذف بسبب عندي إشكالية كان في الهاتف، فانحذف علي المقطع. ضريبة التقنية هذه. نعم، فاتصل بي أحد الإخوة من مسقط يعني عبر الدايركت ورسل لي هاتف وتواصلت معه، قال يا شيخ أنا مجرد ما يعني رأيت هذا المقطع يعني أقلعت عن التدخين تماما، سبحان الله أصبحت أكره لك أقرب. فسبحان لك الله، مقطع من 15 ثانية قد يؤثر، مؤثر، لن يؤثر في الجميع الأستاذ يعني حفيظ، لكن بل هو سيؤثر في الناس أكيد يعني، وسيظل على شبكات التواصل الاجتماعي محفوظ. ويعطيك العافية وجزاك الله خير. يعني كنت أنا أتمنى لا أكثر لك. سبحان الله للوقت، ونحن أيضا محصورين في وقت معين. بارك الله فيك على هذه الوقفة الطيبة، وأشكرك كثير أنك لبيت دعوتنا وحضرت وشرفتنا. أنا تشرفت بكم وأشكركم وأشكر الأخوة، وأنا سعيد أيضا فيك، وجزاكم الله خير، وأتمنى أنك تتابعني وتعمل لي فولو أيضا على الانستغرام. يعطيك العافية. كان معي أبو أفلح أحمد بن ناصر بن سالم العبري، عضو فاعل في وسائل التواصل الاجتماعي.